الفيديو ده باذن الله هنتكلم عن الموتور تراكس، وانا هقسم الفيديو ده الى فيديوين. الموتور تراكس عندنا بتتقسم الى بيراميدال تراك، وهتفهموا معنى الكلمه دي دلوقتي، وعندنا تراكت اخر اسمه اكسترا بيراميدال تراك. احنا النهارده في الفيديو ده هنركز على البيراميدال تراك، بس في البدايه هرسم رسمه هتشوفوها في الاناتومي بشكل مبسط. ده بالنسبه لنا هو الكورتكس، واتفقنا ان الكورتكس بتاعنا الموتور فيه اريا 4 واريا اسمها اريا 6. بصوا بقى الفكره ماشيه ازاي. اي اشارات خاصه بالحركه، عايز امسك قلم، ابني دراعي، افرده، لازم تيجي السيجنال من اداره الحركه، من الموتور كورتكس. يبقى البدايه اريا 4 واريا 6. اريا 4 بتساهم بنسبه 30% من الفايبرز اللي نازله، واريا 6 تساهم ب 30% كمان. دكتور يعني ايه تساهم؟ يعني انت عايز تقول ان الفايبرز اللي نازله من الكورتكس هتنزل من اكتر من مكان. اريا 4 على فكره قلناها قبل كده ان فيها سيلز اسمها بيتس سيلز، نسبتها 3% جوه اريا 4. فاكرين لما قلت اريا 4 تتقسم الى 6 طبقات، والست طبقات دول يتقسموا لستة فيرتيكال كولرز، وقلنا الطبقه الخامسه فيها سيل اسمها بيتس سيل، وبالمناسبه كانت مايلينيتد سيلز. كلامنا قلناه لو تفتكروا قبل كده في فيديو الموتور كورتكس. طيب البيتس سيلز دي قالت انا لازم الفايبرز تنزل مني ليه؟ انتوا عايزين سرعه في نقل التراكت؟ قالوا مفيش سرعه غير عن طريق المايلينيتد او الكوندكشن فيلوسيتي. بس نلاحظ حاجه من خلال الرسم ان 30 زائد 30 دول 60%، فين ال 40% التانيين اللي خارج منهم الفايبرز؟ المفاجاه بقى سوماتيك سنسوري كورتكس اريا 1. وهنا دي النقطه اللي الناس هتستغرب لها، دكتور سنسوري ده احنا بنتكلم عن نور. هقول لك ليه؟ علشان تعمل اي فولانت ريموف انت محتاج بروبريوسبشن، محتاج احساس ان في ارض تحت رجلك. الاحساس ده بيوصل لمين؟ للسنسوري كورتكس بنسبه 40% مساهمه. عشان كده السنسوري كورتكس قالت انا بساهم معاكم في الحركه الموت، لاني لولايا لو انا ما استقبلتش بروبريوسبشن انت مش هتقدر تعمل اي موفمنت انت عايزها، مفيش اتزان. عشان كده هي شركه من ثلاثه، اريا 4 واريا 6 وسنسوري كورتكس اريا 1 اللي هي 40%، عشان يحصل ايه؟ سنسوري موتور كوردينيشن، التكامل الحسي الحركي، ودي هتسمعوها كتير في المحاضرات. طيب دول الثلاثه دول نزل منهم الفايبرز، بصوا انا عملت ايه؟ نزل كده عامله بالظبط زي شعاع الشمس. الفايبرز اللي خارجه من الثلاثه اسمها